مدام ميرفت، اهلا بيكي. ايوه، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله لو وبركاته. سمحت كنت عايزه اسال الشيخ رمضان عن ايه قرانيه في سوره التغابن. اتفضلي اتفضلي، بس استاذنك علي صوتك بس شويه. سوره التغابن: تغابن. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب بس كنت عايزه اعرف معنى الايه القرانيه دي. تاني حاجه، انا حجيت 3 مرات وكل سنه بعمل عمره، بس مش عارفه ليه يعني انا دعيت في عرفه، وانا واقفه على عرفه دعيت ان ربنا ينهي حياتي، انا مش عايزه اعيش. يا ساتر يا رب. انا مش حاسه ان انا ليا اهميه في الدنيا، انا مش عايزه اعيش. ليه بس يا مدام ميرفت كده؟ كبرت ولادي وجوزتهم، انا مش عايزه اعيش. دعيت في عرفه ربنا ما استجابش، دعيت في كل عمر اطلعها، انا كل سنه بطلع عمره، كل عمره حوالين الكعبه ادعي ان ربنا ينهي حياتي، لدرجه ان انا مش عايزه اعيش. ليه ربنا مخليني؟ مش عارفه اعمل ايه. طيب مدام ميرفت، انتحر وخلص نفسي. يا ساتر، انا مش عارفه اعمل ايه في الدنيا، انا مش عارفه. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. اجاوبك يا حاجه ميرفت، شكرا لك. التغابن سورة رقم 64 في المصحف، هي من المسبحات، السور اللي بدأت بالتسبيح. في سور بدأت سبحها لله، وفي سور بدأت يسبح لله، سبح ده فعل ماضي ويسبح فعل مضارع، وفي سورة بدأت بالأمر سبح اسم ربك الأعلى. سورة التغابن: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. من، مش كل أزواجكم وكل أولادكم عدوا لكم. في زوجة بتعين زوجها على طاعة الله، صحيح، تاخده من ايديها، من ايديه، وتساعده على انه يروح الجنه، زي الزوجه الصالحه اللي كانت تقول لزوجها وهو خارج من بيته يشتغل عشان لقمه العيش، تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فانا نصبر على مراره الجوع ساعات وايام، ولا نصبر على حر جهنم ساعه واحده. يا سلام. تقول له احنا ناكلها بعيش وملح، وفي ست تانيه يعني اتصرف ونعمل ايه يعني؟ ونعمل كنت بتتجوز ليه ولا بتتنيل؟ فتخليه لا سمح الله يمد ايديه، تخليه لا سمح الله يقول لك طب هو اللي غلطان، بس هو عنده مشاكل في بيته. انا قلت من قبل الامام محمد بن سيرين، اللي نعرفه عنه انه كان مفسر احلام، لده كان لا مش بس كده، ده كان عالم جليل، كان بيتعلم احاديث رسول الله، وراح حفظ احاديث وراجع بقى في دماغه حوالي 40 حديث او اكثر من ذلك حافظهم. اول ما دخل بيته، اول ما دخل بيته، فبنته بتفتح له بتقول له يا ابتي لقد نفذ الدقيق. الدقيق خلص، قال طارت مني نص الاحاديث. طارت مني نص الاحاديث. ففي زوجه توصل صاحبها زوجها يعني للجنه، وفي زوجه والعياذ بالله تنزله لتحت. صحيح. كذلك الاولاد. واقروا في سوره الكهف: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين. كان ايه اللي ممكن يحصل بقى للواد ده لو كبر؟ فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. محدش عالم ربنا سبحانه وتعالى. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. ده شيخ رمضان تاني. اختنا الحاجه ميرفت راحت حجه، ربنا من عليها حجه 3 مرات واعتمرت كم مره، ربنا يتقبل. فدعت ربنا يوم عرفه: ويا رب استريح بقى ولا موت، مش عايز اعيش ولا الكلام ده. هذا دعاء مخالف لسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. احنا عارفين ان ادعوني، ربنا قال ادعوني استجب لكم. لكم مش استجب بس. مش استجب بس. انا بستجيب اي طلب بيطلبه مني ابني، بستجيب له، مش بستجيبه بس، يعني بما فيه مصلحه له. بالظبط. قال يا بابا انا عايز كراسه رسم ارسم فيها كده، اجيب له. انا عايز كراسه اكل، اجيب له. مش عايز مسدس اموت بيه حد. عايز علبه سجاير. لا ما اجيبلوش. ممكن اجيب له علبه شوكولاته. تمام كده. ولله المثل الاعلى، ربنا قال ادعوني استجب لكم. ده دعاء مخالف للسنه ان انا اقول يا رب خدني. لا، النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ لا يتمنين احدكم الموت لضر أصاب. يا جماعة ما حد يتمنى الموت عشان في مشكلة أو في ابتلاء أو حاسس إن حظه قليل في الدنيا أو ما يتمناش الموت. أمال يقول إيه يا رسول الله؟ ما أنا تعبان. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. إذا كانت الحياة يا رب فيها خير ليا ولسه ليا عطاء في الدنيا وهعطي، أو يعني أنا
هعمل حاجة مهمة أو السنة الجاية، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت راحة لي. اختار لي أنت يا رب. طب اختار لي أنت يا رب. الحاجة ميرفت مين قال إن ملهاش دور؟ كبرت ولادها وعلمتهم وأكيد عندها أحفاد وجوزتهم ومين قال إن ملهاش دور؟ وهي الأرض لا تنسى جباه الساجدين، وهي بتسجد لربنا سبحانه وتعالى وبتعتمر وبتحج. مين قال إن ملهاش دور؟ وهي يمكن واحدة جارتها ولا حاجة تديها نصيحة كده الوجه، مين قال إن ملهاش دور؟ احنا فيا جماعة الله يستركم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.